الثانية تهانينا والناموس لهجن العاصفة على هذا التألق الجميل والرائع، وهذه تهانينا للجميع. شوط آخر مشاهدينا متابعينا الكرام تعلن فيه الانطلاقة في شوطنا الثاني عشر في انطلاقات الحول، في انطلاقات الذلل في هذا الصباح هنا في تحفة الميادين في المرموم. نذكر بانطلاقة المساء في الساعة الثالثة من بعد ظهيرة هذا اليوم، في الساعة الثالثة انطلاقة ذلل أبناء القبائل أو حول أبناء القبائل. يا سلام، هذه الانطلاقة. هذا الشوط الثاني عشر شوط المهجنات. نعود إلى مقدمة هذا الشوط ونعود إلى هذا الانطلاق الجميل ونسير مع هذه الانطلاقة، شوط المهجنات الذي أعلنت فيه هذه التحديات الجميلة وهذا الانطلاق وإلى مقدمة الشوط. هذه الصفرد مشاهدينا الأعزاء، هذه الصفرد من الأسماء كذلك، من الأسماء الذي تستحق الأشادة، تستحق الأشادة بإنجازاتها الصفرد مشاهدينا الأعزاء. ولكن هنا ينخطف من قبل الدانة لاسمه الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم، سعيد بن عبيد الحميري يقدم الدانة، وهناك الصفرد من هجن العاصفة على ثاني المراكز تندفع بقوة، حمد بن راشد بن غدير وكذلك دوارة على المركز الثالث، على المركز الثالث. يا ما شاء الله تبور الجميل في هذا الصباح الجميل. يا سلام، هذه دوارة تقرب من الوصول مع مرمرة في هذا المرافق الجميلة في هذا الانطلاق. مرمرة ودوارة، دوارة ومرمرة. يا سلام، الأمتار، الأمتار الأخير، الله، يا سلام، ما شاء الله تبارك الله. مرمرة انتزعت المركز الأول، تهانينا لهجن العاصفة على فوز مرمرة بالمركز الأول. دوارة في المركز الثاني من هجن العاصفة أمجاد لاسمه الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم في المركز الثالث، والمركز الرابع الصفرد من هجن العاصفة. هكذا مشاهدينا الأعزاء مسار هذا الشوط. المركز الخامس لاسمه الشيخ أحمد بن مكتوم المكتوم. نعود إلى التوقيت الزمني، وهذه مرمرة مشاهدين الأعزاء تنتزع ناموس هذا الشوط لتقدم الأداء.